السلام عليكم. سلام اخ حمدي، كيداير بخير؟ راني صحيحه. احنا اليوم بزياره عندك ان شاء الله للمحل ديالك. مرحبا. جينا نشوفوا شي طيور اخويا ونتولعوا معاك حتى حنا ان شاء الله، والمولعين حتى هما يتولعوا معاك. جينا نشوفوا شنو هادو. ليزانس سي بارابيك. هادو ليزانس، كاين الفيشر وكاين الروز. هذا هو الروز. اييه. وهذا الفيشر. اييه. شحال الثمن ديالهم؟ دابا الفيشر كيكون مجلد من عيني، فيه ديك الدواره اللي بعين مجلده. اها. والروز ما فيهش، تي كيكون شامبل. هذا هو الفرق بيناتهم. هذا هو الفرق بيناتهم. باش الناس يعرفوا. الله يرحم لك الوالدين. وهنايا خويا شنو؟ الزويجه. هذا النوع هذا سميتو البورك. الزويجه ديال البورك. البورك. هذا هو اضرب طائر واد. وشحال تيبقى الثمن ديال هذا البورك هذا خويا؟ خويا 1700 درهم. 1700 درهم. داكو خويا الله يحفظك. هذه كاينه واحد الكوفله هنايا ديالك. هذاك الكوفله ديال اش؟ الكوفله ديال ليزانس. هو بيرسوناطا. بان لي دخل الكاركون عاديه. هما اللي دخل. داكو خويا الله. وهذا؟ هذا خويا هذا بيروك. هذا ديال صاحبي. هذا هو هذا يا شركه. هذا مهندسك في المحل. هذا الشيء اللي كاين. هذا قول لي البيع ولا ماشي البيع تا هو؟ هذا العرض تاع الساحه باقي ما ساقيش. قول لي باقي ما ساقيش. ايوا داك اخويا فيك. وهنا يا خويا حمدي اش كاين هنا؟ هذا خويا الكاكاريكي. هذا الكاكاريكي. كاين في الصفر. اييه. كاين في الازرق وكاين في الخضر وفي انواع ميطاسيون. ها هو غنوريك الصفر وغنوريك الازرق ديالك. داك هذا شحال تيبقاو دايرين الكوبلا خويا؟ هذا خويا الكوبلا 700 درهم. كوبلا 700 درهم. داك اخويا زين. اش كاين هنا عاوتاني؟ الكاريكي اللي قلت لك ميطاسيون. هذا هو الزرق ديالي. الكاريكي ميطاسيون. هذا كيكون الثمن ديالو طالع شويه. هادو كيبقاو 2500 درهم الكوبلا. هادو الثمن ديالهم 2500 درهم الكوبلا. اوكي راه تبارك الله ما شاء الله اخويا. اللهم بارك. اللهم بارك. اليوم باقي قليل شويه، داك الشيء علاش باقي داير الثمن. يعني باقي ما كاينش هاصون هنايا في الصوم. هادي زويجه ديال ليزانس. راه زويجه ديال ليزانس. واقيلا هادي واجده اصلا الخدمه نيشان. جامع العشاد. يعني هذا اللي باغي يخدم نيشان. 400 درهم الثمن مناسب. ايوا شكرا الحمد لله. راه سمينه عنده نيش مناسبه. هذا ديامون جولد اخويا. ديامون جولد غني عن التعريف هذا. شحال داين اخويا هادو؟ اللوينات ديال. تبارك الله ما شاء الله. كاين هادو كبار هادو ذكور عندي. هادوك اللي فيهم اللوان هادو. هادوك 250. الشنابر ديالهم كيبقاو 200 درهم. الشنابر راه هما اللي صغار باقي ما وصلوش. داكو. داكو خويا حمدي. تبارك الله ما شاء الله. لوينات تبارك الله ما شاء الله خويا حمدي. وهنا خويا حمدي الزويجه. هيا خويا المولينه. ها الزويجه ديال المولينه. تبارك الله ما شاء الله. لوينات تبارك الله ما شاء الله. شحال داير اخويا هذه الثمن؟ هذه كتبقى ب 2500 درهم. 2500 درهم تبارك الله ما شاء الله. خليها غتخلعها. حيدتي لها الماكلة. تبارك الله ما شاء الله. هنا كالوبسات. كالوبسات هذا اللي بغى شي واحد يدريسي، لا بغى اي حاجه ياك؟ لا كاين عندي واحد اللي يصلح الدريسات. اخرين كبار. داكو كاين واحد هنا اللي يصلح الدريسات. فاس بلون يكون واقيلا زيد الثمن. لا هذا زيد شويه في الثمن. فاس بلون وهذو اللاتينو عين حمراء. وهذاك الحبشي راه هذا الفاس بلون كيدير 250 درهم بياسه. هذاك اللاتينو 300 درهم. وهذاك الحبشي 200 درهم. الحبشي هو ذاك الوسطاني اللي صافي. داك النوع هذا تبارك الله ديال السولسوراي. السولسوراي بحال البريكا الصغير. حمام الماسي. لا ماشي تورتور الا حمام الماسي. وغنوري لك الفصيله ديالها. هو من نفس الفصيله حمام الماسي. دابا الشاوي كيكون وجههم سامبل والذكر كيكون فيه كحوليه في الوجه. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ديامون جولد. هادو هما ديامون جولد نفس. لا عفوا هادو موانو جابون. موانو جابون فيهم العين حمراء وفيهم البيض واللويات شويه غابرين هادوك ديالهم. تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله ديما عندو الجديد والحاجه اللي غابر اصلا في السوق. مرحبا اللي بغا. وباش ما كان راه نخلي لكم. شحال النميرة اخويا حمدي الله يحفظك؟ 0672 0672 47 77 79 34 وهنا يا خويا حمدي هذا دكير ديال الكروبيو. دكير ديال الكروبيو ما شاء الله تبارك الله. هذا راه كيحفظ اخويا. الا بغى شي واحد يحفظو كيسمعو يحفظ الكنار يحفظ جميع الاصوات. هذا سبحان الله العظيم كيحفظ. هذا حسنيه مقنين كلشي جميع الاصوات كيجمعهم. الله
سبحان الله. ولكن لحفتي وكان صغير. فهمت كان يكون باقي صغير. صافي ما كيبقاش. صافي. هذه مولينا بحال هذيك اللي دوزنا قبيله ولكن هذه مولينا اناناس. هذه حمراء عليها شويه. هذه زايده في النور. كاين هاد الكريكل هادي بيضا فهمتي النوع ديال التورتو راه فيها انواع كريكل بيضا تبارك الله ما شاء الله شحال تدير هادي اخويا حمدي؟ هادي كتبقى 100 درهم في البياسة 100 درهم في البياسة تبارك الله ما شاء الله راه كاين انواع واشكال ديال الطيور هنا حمدي هاد النوع تاع هو هادي سيارة النوع سبحان الله العظيم هي هادي عندها واحد الشابو من فوق راسها بحال التاج سبحان الله هذا اليويو تبارك الله ما شاء الله تقريبا بحال الصغير ديال بيرو صورة مصغرة ديال بيرو هذا اليويو كيبقى ب 1000 درهم كثير 1000 درهم هذا اللي بغاه الدراري ويبغى يتولى ولا الاخوان هاد كاين هاد الكوكا ديال الكاكاو كي انا وليت لك الصفر هذا الاخضر والازرق والصفر يعني في الوينات تبارك الله ما شاء الله 800 درهم تبارك الله ما شاء الله وكاين حتى بيروش بيروش العادي راه كلشي عارف 25 درهم شنو هو الطائر اللي بقى بوحده اخويا حمدي ها هو ولا كوبلا كوبلا قول لي جوج تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شحال تدير هاد الكوبلا اخويا حمدي هذيك دير 3000 درهم هذيك 3000 درهم تبارك الله ما شاء الله الوينات تبارك الله ما شاء الله كاين كواريوم لو بغا شي واحد نبيعو ليكم كاين كواريوم ديال الحوت الحوت ديالو لو بغا شي واحد راه حمدي راه يتفاهم في الثمن هزنا كاع من ولا على الحوت يلا كواريوم خاوي صغير لا بغا شي واحد حمدي راه اللي بغا شي حاجه يتصل بالاخ حمدي راه يحضرها ليه اللي بغاها راه يحضرها ليه الاخ حمدي شنو هو هذا الاخ حمدي هذا الحداد ها طاير وقع شي غير رداد ياك هذا كل واحد هذا طاير صغير هذا طاير كبير داكو فيهم لي طاي يعني على حساب الحجم ديال الطاي 150 درهم 200 درهم كاينه 150 درهم وكاينه 200 درهم كاينه شي هو ديال الكنار اللي بغا يخدم 80 درهم واجده اللي بغا يخدم هو ديال الكنار واجده اللي بغا يخدم وعندو شي تقيده الكنار راه هي كاينه دايره 80 درهم واللي عنده شي حاجه بغا يبيعها مرحبا ناخذها من عنده واللي عنده شي طائر بغا يبيعه راه الاخ حمدي الا كان شي تمر راه ياخذو من عنده ما عندوش مشكل مرحبا يلا واللي بغا شي استشاره راه يفيدو شحال رقم اخويا حمدي عاود ذكرنا الله يحفظك 0672 47 77 34 34 كاين هاد السياسات ديال الهوغو اللي فيهم فراشات ونتي ورينبو هاد الهوغو 200 درهم الجويجه هوغو 200 درهم راه تيتبتاز بهاد الفراشات اللي تبارك الله ما شاء الله في ظهره وكاين هاد النشيوة ديال ريمبو راه 30 درهم وكاين عاود ثاني زويجه اخرى كوبلا اخرى فراشات سبحان الله العظيم مرسومين ما شاء الله باش تعرفوا هاد الطائر سبحان الله تيمتاز بواحد قريبين فوق راسو وعاد باش داك ريشي سبحان الله بحال شكل فراشه في الدار ديالو واللي بغاها راه الاخ حمدي غيتفاهمها فيها شحال الاخ حمدي هادي تتبقى هاد الكوبلا هادي اخويا 250 هاد الكوبلا تتبقى ب 250 درهم 200 درهم وهاد الكوبلا تتبقى ب 200 درهم اللي قال لكم اللي معاها نشيوه بوحدها راه هي لتحت هاد النشيوه اللي في راسها الصفر راه هي الريمبو شكرا اخويا حمدي اللي قلت لك التورتورا اللي قلت لك قبيله هاي النوع ديال هذيك الاخرى راه وحده مسكينه باغا تغير باركه راه وحده باركه شتو راه قريبه تبيض يعني اللي باغي يخدم باغي يتولع كاينه 150 درهم كاينه 200 درهم الاثمنه راه بعدا من 150 200 نقولوا من 100 درهم كاع راه ماشي مشكل يدير معكم مزيان هو كاع هبط الاثمنه يلا مرحبا بكم شكرا اخويا حمدي بزاف الله يسخر لك اخويا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك